لكم التحية في كل مكان أينما كنتم. نحن لسه في جو المنظمات، كان فقرتنا الأولى كانت تخص التطوع وكانت تخص الشهر المختص بذوي الإعاقة، لكن هو في نفس التراك. وأنا سعيد جدا بأنه يكون معي ساعات المستشار دكتورة لبنى علي، وهي الأمين العام لمنظمة بيتمكلي الخيرية. صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم، وشكرا جزيلا على الاستضافة والجو الجميل في نادي النيل. سعيدة أكون معاكم، ونحن بنحتفل في قبل كم يوم باليوم العالمي للتطوع. حقيقة التطوع يدي الإنسان قيمة، ويديك بأنك تحس بين حياتك مختلفة، ويحسك بأنك زول مختلف عن الآخرين. أنا فخورة وسعيدة بأنه أنا عندي تيم من 3000 متطوع تحت المنظمة بيتمكلي. ولما جينا عملنا جرد الحساب من أول السنة لحد الآن، إنجازات كثيرة تمت فيها معاناة، ورغم المعاناة في الحلاوة تحت الانتصار. صحيح صحيح. يعني من السنة الفاتت اليوم العالمي يوم 5 حتى الآن، إنجازات كثيرة تمت في منظمة بيتمكلي. التطوع بشكل عام بيوفر ساتسفاي بالنسبة للشخص. Very satisfied. يعني بالضبط، يعني بيكون خادم الآخرين. أيوة إحساس جميل. نتكلم عن المنظمة بشكل عام. طيب. فكرتها. طيب المنظمة، أنا الفاوندر المؤسسة أسستها، وكان عندي حلم لايك مارتن لوثر. يوم من الأيام أنا كندية سودانية عشت في مدينة فانكوفر، تم اختياري كأول متطوع من أفريقيا، مسلم عربي أفريقي، في الليدرشيب ترينينج اللي هي القيادة والريادة. كان مشروع للنساء المهاجرات في كندا برعاية من الملكة إليزابيث، باعتبار أنه كندا ما زالت تحت الأوسة البريطاني. Visible Minority Women، أغليات النسوية الموجودة في كندا. وكان الهدف بتاع الترينينج اللي هي الورشة كانت عبارة عن 7 شهور، أنه نحن نأخذ الشعار بتاع القيادة والريادة، أنه ندخل المجتمعات الكندية سياسيا أو عبر الـ NGOs. وأنا حقيقة ما قاعد أحب السياسة، أبوي علمني كلمة واحدة، السياسة لعبة غزرة. صاحب اليوم بكرة عدوك، وصديق اليوم بكرة عدو. المهم يعني خلافات السياسة ما بحبها. المهم اخترت الـ NGOs، وماي دريمز أنه كان أجي أرجع السودان يوم من الأيام بمنظمة كندية بالفند بتاعي. إنه أنا أقدر أغير من واقع الحياة في السودان. وكان الإيمز بتاعي المرأة، والحمد لله I contribute a lot، يعني أكثر من 413 معرض في 23 سنة باسم السودان. أسست بيت السودان في كندا. المنظمة تسجلت في كندا يوم 9/6/2009، وحولتها للسودان، استودنت 22/11/2013. من البدايات اهتمينا بالريسيرش والبحوث. أول عمل ميداني طبقته المنظمة في السودان كان لماذا انتشر اغتصاب السودان، اغتصاب الأطفال في السودان. وبدينا بمحلية كرري، نفذنا أكثر من 36 دورة لورشة. اكتشفنا في خلال الاسيسمنت بتاعنا والبحوث انه المخدرات احدى الاسباب لدخول الشباب في موضوع الانتشار الاغتصاب. لقينا الفقر، العطاله، الحدود المفتوحه في ولايه الخرطوم، كان التركيز كله في ولايه الخرطوم. من اهم الاسباب المخدرات، يعني اما نحن عملنا 3000 كوتشنير اللي هي راندملي بحث كده كان يعني عشوائي، وجدنا انه 90% حالة الاغتصابات تمت في ولاية الخرطوم. الكلام ده كان فترة من 2013 نهاية لحد شهر ثلاثة بالضبط 2014. وجدنا انه 90% اما متعاطي او في حالة سكر او مدمن. الرقم كبير، رقم الاغتصابات كبير. الوقت ذاك كان بسيط، الان في تزايد. ليه؟ لانه انتشرت المخدرات بطورة، والمخدرات الموجودة حاليا الان هي بترفع النشوة اللي هي الكريستال ميث الاخير دي. يمكن ما نسمع يوم من الايام إلا حتى بقى يعني الاغتصابات وصلت لمرحلة المحارم الآن نحن. نعم، بس ده طبعا خدت اليوم محور كامل. طيب. موضوع الكريستال. طيب. ده حنتكلم عنه. موضوع معقد شوية. يعني. المنظمة مشت في الخط، مشينا لقينا روحنا we have to be specialized، يعني تخصصنا. أنا دايما عين لرؤية بعيدة المدى. as a Canadian مشيت كندا، أهلت نفسي زيادة، والتيم بتاعي اللي احتويته كله طلاب كانوا في ثالثة رابعة جامعة من علم النفس علم الاجتماع. بدينا نهتم بالكوادر من علم النفس والمعالجين. بدينا عملنا أول حملة قومية لمكافحة تعاطي المخدرات، كلنا ضد تعاطي المخدرات 2017. كان النتاج بتاعه بدينا نعمل بوليسي وسياسات انه نطلع على الولايات اللي فيها اكثر انتشار للمخدرات. 2017 تم تكليفي عالميا انه انا اقيم اول مؤتمر دولي للادمان، لتحديات الادمان في العالم. نصفت ككونسلتنس بين كندا وامريكا وتركيا في 2017، كلفت باني اقيم مؤتمر.
حبي للسودان خلاني اختار السودان. كان 2016 جيت مؤتمر الخبراء وعجبتني اكاديميه الامن لانها يعني شكلها جميل، وبالنسبه لي انا عشت في كندا زمن طويل كانت حاجه بتشبه العالم الخارجي. وصلت حكومه السودان وطلبت منهم انا اغيم المؤتمر في دوله السودان، وحقيقه ناس الجهاز تعاونوا ودونا الاكاديميه غيمنا اول مؤتمر 2018 بحضور 19 دوله، وده كان تحدي للسودان انه الدوله مغلقه فيها سنتيشن نحن نعمل المؤتمر ده. التوصيات كانت نغيم مركز لعلاج الادمان، بديت اهل كوادري واهل الاصطاف الموجود واهل المجتمع السوداني في حاجتين، تدريب اكثر للكوادر وإزالة الوصمة الاجتماعية. منذ 2018 شغالين المؤتمر، الآن نحن ده الخامس. والآن يمكن المنظمة قد تكون هي الأولى في الشرق الأوسط في مجال البريفنشن خفض الطلب. أخذنا عضويات عالمية، يمكن اليوم إن شاء الله حسافر فيينا للجلسة 65 في البوليسي استراتيجيات المخدرات والجريمة العابرة. حمشي لفيينا حسافر اليوم الليلة. كل الحاجات خلتنا نكون عندنا يعني تمكين علمي، تمكين إداري في المنظمة. وتدريب الكوادر الحمد لله، يعني إحنا جينا من ولاية كسلة، ممكن ده محور حتتناقش فيه أنت، لكن بصورة عامة المنظمة تختلف عن المنظمات الموجودة في السودان، لأنه أي مشروع بنبدأه بنعمل دراسة. فور إكزامبل لما بدينا الخطط بحث المنظمة لقينا نحن إذا عايزين نتكلم في خفض الطلب عن المخدرات لازم يكون في عمل، لأنه العطالة إحدى الأسباب. قمنا وكرييت بروجرام اسمه العلاج بالعمل، خلقنا برنامج آخر اسمه التدريب التحويلي للشباب، حتى الآن يتدربوا تحتنا أكثر من 5800 امرأة على مستوى السودان. على مستوى السودان أكبر تدريب دربناه في السودان كان بدعم من السفارة الكندية والبنك الدولي، كان بالتعاون مع كرسي اليونسكو في ولاية كسلة. في نهر النيل النصيب كان 500 امرأة، في وصلنا لحد المالحة. في المالحة اشتغلنا برضو في خفض الطلب في المخدرات ودربنا الكوادر برضو. نهر النيل، الجزيرة، يعني انتشرنا في ولايات عديدة في السودان في انه نحن لو مكننا المرأة اقتصاديا حنحارب المخدرات، لو الشاب عرف المشروعات. بدينا نعمل شراكات مع بعض البنوك ان نجهز، لانه نجهز لهم الاستنابيل ديفلوبمنت في انه واخذنا الجائزة الاولى عليها 2019 انه الشباب دي يملكوا مشروعات. عندنا تجارب نيرة، وانا بناشد كل المسؤولين يهتموا بالشباب، لانه اذا ما اهتمينا بالشباب حيكون نهايتهم اما سجن اما الهجره الغير شرعيه او المخدرات. لانه لما جات الثوره برضه حاولنا نعمل دراسه وبحوث لماذا خرج الشباب السوداني، يعني شغلنا كله ساينتفك بيز يعني. لقينا انه من احدى الاسباب اللي دخلوا بها، من اهم الاسباب اللي هي تغيير الواقع الاقتصادي للدوله والحريه والعداله. لحد اللحظه دي انا كأوبزيرفر كباحثه ما شايفه حاجه تمت عشان كده الشباب في الشارع. اتمنى بالتغيير والتوقيع الاخير، بالرغم اني انا ما فاهمه كثير في السياسه، انه الشباب يكون عندهم باع، يعني ما يكلفيه لو خلوا وزاره الشباب والرياضه يكون في راسه شاب ليدر يكلفيه الدوله. وده الطبيعي ده يعني المفروض يحصل. يعني نحن الان في دوله يعني ما زالت المينتاليتي بتاعتنا لسه قديمه. ناس الكبار اخذوا فرصه كبيره، يدوا الشباب، يعني عند قدامنا رواندا يانج يعني الليدر يانج، وعندنا في كندا الليدر يانج، يعني يدوا الشباب فرصه اسيو بيجاره خلوه الدماء تتغير. والله الشباب اللي احنا بنقول عليه راكب راس وداقي سيستم عندهم افكار عظيمه شديد. يعني يمكن انا واقفين على اللي قال، يعني عارفين العالم فوش انا فولوينج يعني التويترات، الاولاد اليوتيوبر، الاولاد الشغالين في الميديا، البروجرامز اللي بدات تتم عالميا. في شباب واعي جدا جدا على مستوى السودان. جس داير الهاندل تتخطى عليه ونمشي. طيب واحده من برضه من شغل المنظمه اللي هو دور الايواء تحديدا للمشردين والمشردات، وده برضه موضوع بالنسبه لي وشيء مهم جدا نتكلم عنه يعني. انفورشنتلي للاسف الدوله ما ساعدتنا، انا بقول على الملا. نحن اشتغلنا شغل كبير جدا على مستوى السودان في مجال التشرد، ويمكن عندنا حتى اللحظه دي كانوا 1500 سلمنا منهم 413 مشرد. المشرد لمشرده. مشرد لمشرده سلمناهم مشروعات، واللي تزوجوا واللي طلعوا خارج اطار التشرد. وانفورشنتلي حوالي 55 ده اللي توفوا نتيجه للهباتايت سي والاتش اي في، واما العنف بيناتهم نتيجه لتعاطي ماده السيليسيون. نحن قطعنا شوط كبير جدا، وكان أكبر دولة في العالم استفادت من الكورونا كنا نحن في بيت مكلي، لأنه كنا محتاجين لفترة نكفل فيها المشردة عشان نعالج البيهيفير تعديل السلوك. في ديورين كورونا كان عندنا 9 بيوت إيواء، 9
على مستوى ولايه الخرطوم. البيوت دي كانت مخرجات انه نحن جينا شينا قعدنا مع الوزاره عفوا شنت لي ما ساعدونا برضو. جينا الدور المقفل للاسف دار الفتيات في المدينه الاجتماعيه مقفول حتى المراتب نفدت. يعني مشينا لزمن ناظم سراج الوزير الجبع دي والثاني والوزير الموجود حسي ليه مقفول والله اي دون نو حاجه عجيبه. في دار ثاني موجود في ام درمان الدار دي يعني البنات اطلعوا منه بيقول لك نحن بنقدر نمشي الدار ده اللي حصل لنا تحرش حصلت لنا بعض الاشياء. انا بناشد لي 3 سنوات وما زلت بناشد وبقول حسي لو سامعني الوزراء والحكومه كده ان شاء الله برضو تهتم بالموضوع ده كل ما البنات يكونوا موجودات. انا اهتمامي الاطفال والبنات. انا عندي اطفال الان في الشوارع عندهم اتش اي في وهباتايت سي ده غير الدرن كبد وبائي وايدز والدرن اللي هو السل. وعندي بنات عدد البنات لما انا كنت ماسكاهم على مستوى بحري على مستوى الخرطوم على مستوى الزقاقات حقت ام درمان انا مركز على 3 مناطق الان العدد ريبيدلي زياده. ليه؟ لانه حصل ريبن حصل حمل في الشوارع والان عندي عدد اطفال اكثر ينقر. يعني عندي اخر طفل وحده عمره 13 سنه امبارح في شارع 15 والده احنا اشرفنا لحد ما وضعت ولحد ما وفرنا لهم حق العمليه والتفاصيل دي. يعني عندنا تواصل مع مستشفى بحري مستشفى ابراهيم مالك في العلاج اليوم. انفورشنتلي في قطعه ارض مفروض نحن كان نستلمها من الاوقاف ومبارح انا جايه من الاوقاف. في بيت مفروض نستلمه من الاوقاف وخسرنا فيه 350 مليون جات واحده من الشارع بتبيع شاي قعدت في البيت. ناس الاوقاف لا طلعوها لدونا بيت ثاني. مشينا يعني اجتهدنا بانه نلقى حته فاضيه عشان نأوي البنات لحد اللحظه دي. يمكن يعني واحده من انجازاتكم في قناه الشروق كنتوا معاي مشينا صورنا البيت لكن انفورشنتلي يعني احنا ما نملك حاجه. الدوله كان على الاقل تساهم معانا في انه نحن نملك البيت بتاع الاوقاف ده او يدونا دار. نحن جربنا حكايه نأجر لكن الاحياء ما بتتقبل المشرد بتحتبرها وصمة. يعني انفورشنتلي نحن اجرنا بيت وانا خسرت فيه خساره كبيره جدا في ام درمان في سوق خليفه قال للاولاد اول كلمه قالوا ناس الحي انت جبت لينا الصعاليق خديتيهم لينا والشماسه في الحي. انا يعني فايتنج عشان انه اذا واحد عمل سلوك ما كويس ما عايزين يحتوى بالرغم من انه نحن نجحنا في تعديل السلوك بتاعنا عبر الرياضه. يمكن نكون اول منظمه في الشرق الاوسط تطبق مشروع العلاج بالعمل. والحمد لله الان عندنا 6 فروق اخر تمويل اخذناه من الناس الهلال اللي هو عبر شركه اسمها اوت اوف ذا بوكس سلمونا 100 لبسه. الان نحن عندنا 9 فروق فروق للمتعافين فروق للمشردين البنات ممتاز. والاولاد ممتاز. الحمد لله العلاج بالرياضه. طبقنا مشروع ثاني معاهم اسمه العلاج بالعمل اللي هو طبقوه عالميا عبر بحوث لكن ما في دوله في الشرق الاوسط كلها في كندا وامريكا موجود عندنا لكن في الشرق الاوسط ما في دوله عملته براكتيكال. يمكن الملك حسن لما انا اخذت الجائزه قدمت الورقه عن المنظمه في مؤتمر التطوع في 2021 كانت افضل تجربه في الشرق الاوسط عن مشروع التشرد. الملك الحسن قال المشروع بتمكلي هو المشروع المتكامل لانه اهتمت بالعلاج اهتمت بالايواء اهتمت بسحب السموم منهم واعاده دمجهم في المجتمع. المشرد ده انا بفتكر دي قوه مهمله صحيح. لو استفادت منه الدوله ووظفت الحاجات دي عندنا نحن اكثر من 5 معاهد عملها المعهد الاتحاد الاوروبي معاهد حرفيه. عندنا الخلاوي موجوده عندنا اراضي زراعيه نحن كانت تجربه صغيره جدا ايام الكورونا. يعني بنشكر من هنا استاذ الأستاذ اللي ادانا المزرعة والله نسيت الاسم علم الهدى سلمنا كان مزرعة ديورين كورونا وكانت تجربة ناجحة جدا. 44 ولد عندنا منهم 33 ولد تعافوا تماما وخلوا المخدرات. طبعا عشان انا بحاول بجد نغطي كل الحاجات كل طيب دور الايواء دور الايواء دايره وقفه من الحكومه ونحن كمنظمات المجتمع المدني ما عندنا مشكله انه نحن نقدر نشتغل لكن ما لم تدينا الدوله مغرات نحن ما حنقدر نعمل لانه المجتمع لسه رافض الوصمة بتاعت انه المشرد دي زول في حين انه ممكن انا اكون مشرد يوم من الايام لو ما لقيت الرعايه الاسريه بس يعني ظرف الظرف المعين نمشي كسلة نمشي كسلة طيب الله من كسلة كسلة سلام. أشرقت بها شمس وجدي فهي بالحق جنة الإشراق. أهلي كلهم في كسلة قبيلتنا كلها مخد الطريق الختمية لكن كان النداء نداء قومي اتصل بين أولاد دقلة اتصلوا بين ناس شكيلة يدل النزار الناظر ترك وبعد ذاك النشطاء المجتمع المدني كسلة تستغيث يا بيت مكلي وانت بيتها الكريستال ميس ملك كسلة. مشيت كفرت كخبير استراتيجي انا رئيس الهيئه العربيه لمكافحه المخدرات مسؤول الملف في العالم العربي تحت 48 دوله بكل خبراتي وعتادي مشينا ندرب
دربنا 182 كادر من النشطاء في الولاية و30 كادر على أساس أنه الوالي قبليها الوالي جانا في المركز شاف أول مركز لعلاج الإدمان أسسته بتمكلي في الخرطوم اللي هو غادرين المركز الكرت أبو الخيري شاف المركز وعجب وقال تنفذوا لي نفس الشغل ده في كسلة لأن الولاية نسبة الانتشار عالية جدا هي غير إنها ولاية حدودية نسبة العطالة عالية الكريستال ميس يختلف عن المخدرات السابقة صحيح. الموجودة إنه ممكن يتعامل هنا في الأريا دي صحيح. يعني ممكن يتعامل في مطبخ عادي في أي حتة ممكن يتعامل وللأسف انتشرت في المناطق اللي أصلا ما كانت فيها انتشار المخدرات السابقة مناطقنا مناطق الشماليين اللي هي مناطق السواقي المدخل بتاع كسل محل الرشايدة والآن ما في حتة في كسل أنا ما أقدر أقول لك ما فيها مخدرات مشكلة يعني كبيرة. انتشار كبير جدا يعني كان الكولابريشن عالي تم جدا تدريب تم تدريب كوادر ووزعنا شغل الان اللحظه اللي انا ضربت لك منها دي حسي يعني انت جيت جاياك وانا اتصلوا علي ناس المكافحه الان بيعملوا كتيب بتحتوي الى المدارس دارين مننا المواد العلميه يعني على مستوى السودان على مستوى كسلة الشغل اللي اتعمل شغل بروبر كان ملكناهم مواد علميه ملكناهم فيديوهات الناس شغاله حسي الان يعني يمكن لو مشت الغناء واللي عندكم مندوب يوميا عندنا 3-4 محاضرات شغاله عملنا كولابريشن عالي جدا كانت في مبادرات هنا وهنا وهنا الشيء اللي عملته باسم بالتشارك وباسم بيتمكلي يعني الناس تعرف الوالد وتعرفني وحتى كل المبادرات في وقت ان احنا مشينا لقينا المحليه برئاسه المدير التنفيذي استاذ لؤي مشكور الضابط الاداري عاملين مبادره كسله ضد المخدرات وحدنا كل الجهود هنا وهنا وهنا في مبادره واحده كلنا كسله ضد المخدرات الشغل شغالين بريفنشن شغالين توعيه شغالين الان تجهيز لدور بتاعه علاج لانه في مصحه موجوده في ولايه كسله بمجهود كبير جدا مع اداره الشرطه والرعايه المجتمعيه في كسلة عملوا المصحة لكن ممتاز. ما زالت الوصمة بتاعت إنه دي مصحة ما دلنا دخل ولا صحيح. التحية لأستاذة نور هي عاملة المصحة الدكتورة عايدة برضو مجتهدين لكن الكلام أكبر من حوجتهم لمصحة محتاجين لدوريوا فيها الريهابيليتيشن اللي هي إعادة التأهيل ودمجه ومتأهيلهم للمجتمع وزي ما قلت الوصمة طبعا إذا كان خلي المصحة إذا كان ذاته المشي لطبيب نفسي ده عيب في الحلة بشيله حالك يعني دي رسالة للمجتمع بالضبط. الطبيب النفسي زي وزي صحيح. طبيب الصداع محتاجين نغير مفاهيم كثيرة جدا لازم نغير المفاهيم المحور الأخير اللي هو حنستفيد فيه في الكلام اللي هو الآيس ميس طيب الكريستال آيس سوري وطبعا ده مخدر جديد أيوه. هو ما جديد طبعا لكن في السودان جديد انتشر بشكل فظيع ومخيف جدا عشان كده انا قصدي اخليه اخر محور عشان نتكلم عنه باستفاضه اول شيء هو شنو بيتكون من شنو بالتحديد طيب هو تاثيراته شنو تمام هو الام فيتامينات واصلا بتستخدم جزء بسيط منها في العمليه التطبيبيه طيب. عندك منها مصنع ومنتشر في بعض الدول العربيه الكابتجون نعم. لكن الكريستال آيس خطورته في إنه بيضاف له حاجات كثيرة كيميائية أيوة والتأثير بتاعه على الجسم كبير جدا جدا نعم. يعني مسمى في أوروبا عندنا في العالم الأول إنه هو الهالك للأسنان هو بيمتص الكالسيوم من الجسم عنده تأثيرات على الدماغ مباشرة عنده تأثيرات ممكن يعمل سقطة قلبية الرحشة الرعاف من الأنف يعني تفاصيله التأثير بتاعه على الجسم عنيف من أول جرعة ممكن الإنسان يصبح مدمن من أول جرعة ممكن يحصل لك بالرايز شلل نصفي من أول جرعة ممكن تعمل سقطة دماغية السقطة القلبية غير الفشل الكلوي يعني عندنا كمية من الأولاد والبنات اللي وصلونا في المراكز إذا كان مركزنا إحنا أو المراكز الأخرى هم كلهم إفكتيد بالكريستال آيس المشكلة الكبيرة اللي بدون بال الأولاد اللي هي الطبقات الغطنية في الرقبة والعصعص الأخير حق الظهر ألم ما عادي بيكونوا حاسين وغير العضلات بتكون فيها يعني شد كبير عليه نحن في العملية طبعا الحمد لله مركز غادرين بنعمل فيه الريهابيليتيشن وسحب السموم بنركز على إنه نعوض بالكالسيوم عشان يقدر يتعامل طيب الأسباب بتاعت انتشاره كثيرة في الخرطوم ليه؟ ما الخرطوم بس في كل السودان السهولة الحصول بتاعه خلاص من الجهات الممكن التهريب الكثير يمكن نكون كل يوم سامعين قبضية وسامعين حاجات زي دي نحن ما حنقدر كدولة السودان في دولة مترامية الحدود بالرغم من مجهودات القوات المشتركة أو المكافحة في إننا نكافح مخدر الآيس لكن الناس لازم تعرف أضراره شنو وطورته شنو تبريفنت طيب تداعياته لأنه قال لي زمنك القتل الاغتصاب الدخول في الجريمة انتهاك المهارة الجريمة كانت قلت لي الجريمة مبارح ومبارح الأم واحدة اغتصبت واحدة قتلت البتل في الكلاكلة الجريمة حق الدكتورة إيمان كلها دي جرائم في كسلة بتملصت نكد في الشارع يعني الولد المات اوفر دوز في كسل امبارح في نيالة قبل كم يوم في برضه حاجه حاصله عليه انه
الخطوره بتاعته بقت مهدد امني كبير. اخر حاجه عايزه اقول ان احنا محتاجين كمنظمات مجتمع مدني عامله في مجال التوعيه والارشاد في المخدرات، نحن تو هاف تو بي كونتاكت مع المنظمات الدوليه الشغاله عشان نشوف العالم واصل وين. يعني لسه طرق الوعايه متخلفه عندنا، لسه ما وصلنا البريفنشن بالصوره المثلى. المكافحه شغاله، المنظمات شغاله، لكن وي نيد مور تريننج. عليه انا الان ان شاء الله اليوم حتوجه الى فيينا اشارك في الجلسه 65 للاستراتيجيات المخدرات. انا بناشد كل الناس الشغالة في مجال الميديا يوعوا عن الكريستال آيز. العلاج ممكن، ما في حاجة اسمها علاج الكريستال ما ممكن، ممكن. الناس تصل علاج المخدرات مرض، هو علاج الإدمان مرض محتاج لعلاج. كل ما تتأخر العملية العلاجية بتبقى معقدة. أنا هحتاج لك تاني كثير جدا في حلقات جاية للتوعية في مواضيع خطيرة جدا من المخدرات بالتحديد، موضوع المشردين ما بتكفينا طبعا نص ساعه وثلث ساعه ان شاء الله. شكرا للموضوع ده، وتصل ان شاء الله رحلتك. الله يحفظكم وان شاء الله السودان امن، وشكر جزيل للنادي الجميل ده، يعني ابدعوا في الانجاز بتاعه. المستشار دكتور لبنى علي مؤسس منظمه بيتمكن الخيريه كانت اخر فقرات هذه الحلقه من صباح الشروق. نتلاقى ان شاء الله يوم الاثنين الجاي، لكن شروق او صباح الشروق هي يوميا. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل. السلام عليكم.